خلونا ناخد هاتفيا، يعني ما مش هيبقى في مناسبه احلى من كده ان احنا نصبح ونسترجع الذكريات الجميله مع صوت من الاصوات الجميله الاعلاميه القديره الاستاذه امينه صبري، رئيس اذاعه صوت العرب سابقا. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا اهلا بيك اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيبه، كل سنه والاذاعه المصريه طيبه، وكل سنه وكل عام وكل اعلامي صادق ارسل عبارات الحب والصدق في كل كلماته عبر الإذاعة، طيبين وبخير. ربنا يخليكي، كل سنة وكل وسائل الإعلام بخير، والعاملين فيها والذين يعدون هذه الوسيلة التي تعتبر ساعة ما دخلت في المجتمعات، بداية دخولها للمجتمعات كانت عملت ثورة وعي. صحيح. ثورة وعي. لأن طبعا لما دخل سنة 34 قبل كده ما كانش التعليم منتشر في العالم كله مثل هذا الانتشار الآن، فكان اللي بيعرف الأخبار واللي بيتعاطى الأدب والفن ومجموعة من طبقة من المجتمع بسيطة جدا وهي الطبقة المتعلمة. صحيح. الراديو لما دخل عمل نوع من أنواع الثورة الاجتماعية، الوعي الاجتماعي، وعمل أشياء يعني يمكن إحنا ما عملناش الدراسات الكتيرة اللي نعمل نعرف أثر هذه الوسيلة الإعلامية الهامة في تقدم الشعوب، لأن الراديو يعتبر وسيلة من وسائل الحداثة في المجتمع. صحيح. يعني أول ما بدأ الراديو، طبعا الجريدة كان بيقراها اللي بيعرف يقرأ ويكتب. الراديو بقى كان في راديو واحد مثل في القهوة عند العمدة، فكان المجتمع الصغير كله يجتمع في القهوة أو عند العمدة ويسمع الأخبار، يسمع أم كلثوم، يسمع أحاديث اللي كانت بتتعمل من طه حسين ومن العقاد ومن كل كبار المفكرين في المجتمع العربي، فحصل نوع من أنواع الوعي ونوع من أنواع المشاركة الاجتماعية، لأن الراديو طبعا قبل وسائل الإعلام الكتيرة دلوقتي كانت بنستمع إليها استماع جماعي. صحيح. يعني نقعد الساعة 5:15 نسمع التمثيلية. صحيح. جماعنا، ثم بعد ما نسمع التمثيلية نتكلم عنها، ثم نقول عن أخبارها، ثم نعرف الفن والفنانين، ثم خلق فن معين وهو الفن الإذاعي، ثم تحط الضوء على الفنانين والأدباء والمفكرين والعلماء، فأصبح هناك وحدة وجدان كده جمعت بين الشعوب، شعب الوطن يعني البلد، ثم شعب المنطقة، شعوب المنطقة. صحيح. يعني أول إذاعة ما بدأت ما كانش حتى عندنا موجات قصيرة تنقل صوت الإذاعة لخارج مصر، ثم أجرنا موجات قصيرة من شركة ماركوني اللي بدأت الإذاعة المصرية 31 مايو 34. ابتدى بقى إيه، وكان بقى كمان بقى فيه إذاعة مجلدة اسمها الميكروفون، فابتدى الوطن العربي من خلال المجلة دي يعرف مواعيد المواد اللي بتبث يعني، فابتدى يطلبها، وابتدى النجوم ما بقوش نجوم مصر بس، بقى نجوم الوطن العربي. وكنا طبعا كنا بنذيع وقتها، كان بيذاع بقى عاملين عقود لأم كلثوم والعبد الوهاب، ثم مسرحيات يوسف وهبي والريحاني، فأصبح دول كلهم يطلبوا فيما بعد للبلاد العربية لإحياء الحفلات. استاذة امينة، وحضرتك بتتكلمي، احنا بنعرض بعض البرامج اللي حضرتك قدمتيها في الإذاعة، حديث الذكريات ده واحد من البرامج اللي حضرتك قدمتيها في الإذاعة. نعم. عايزين نعرف كواليس هذه البرامج، ذكريات حضرتك في هذه البرامج، وحضرتك طبعا كنت رئيسة لإذاعة صوت العرب، وانا عندي سؤال في صوت العرب تحديدا، لكن نسمع في البداية كواليس هذه البرامج اللي احنا بنعرضها على الشاشة. الحقيقة انا مش قدام التلفزيون. احنا بنعرض بيت العيلة، بيت العيلة دلوقتي على الهواء على الشاشة. ايوه. جبتوها ازاي دي؟ ده انا ما عنديش بيت العيلة ده. هو بيت حضرتك العيلة. عالم من اعلام الإذاعة المصرية، فلازم هنجيب البرامج بتاع حضرتك القديمة. هو بيت العيلة ده كان اعتقد سهرة من سهرات رمضان، لان احنا طبعا في رمضان كنا بنغير الخريطة كلها وبنعمل خريطة زي كلنا ما بنعمل يعني، فدي كانت سهرة من سهرات رمضان، كنا بنلم عيلة من العائلات الفنية أو فنان أو أديب أو عالم ونعرف عيلته إيه.
إنما حديث الذكريات ده كان برنامج ثابت لمدة سنوات سنوات سنوات، كان برنامج ثابت، والحقيقة كان يعتبر برنامج رائد لأنه ما كانش معمول قبل كده. يعني الريادة إنك أنت بتعمل شيء ما كانش معمول قبل كده. بعد كده طبعا في يعني وسائل إعلام كتيرة جدا في كل العالم ابتدى يعملوا إن أنت تعرف قصة نجاح أو قصة النجاح وراء هذا الإنسان الذي أصبح من الفاعلين في المجتمع، سواء فنيا أدبيا سياسيا علميا وهكذا. فالحقيقة والبرنامج ده كان بيتذاع مش بس في مصر، يعني كل البلاد العربية أو معظم البلاد العربية خدته من الإذاعة المصرية رسميا، وكانت بتذيعه في إذاعتها. فده كان برضو غير مسبوق إن أنت مثلا تجيب عبد الوهاب وتعرف ازاي قصه حياته، تعلم ازاي كون نفسه ازاي، التكوين العلمي والنفسي والفني لهذه الشخصيه المشهوره ايا كان المجال بتاعها. انا بشكر حضرتك جدا على توصيفك لصوره جميله ورائعه. لما حضرتك من شويه قلتي او وصفتي لمه العيله ولمه الاصدقاء حوالين الراديو في وقت معين لما كانوا بيسمعوا حاجه ويقعدوا بعدها بقى يعلقوا ويدردشوا على الحاجة دي، حضرتك ربطتي فينا أو رجعت لنا الصورة الجميلة دي. اسمحي لي أسأل حضرتك يا أستاذتنا العزيزة على فكرة التكنولوجيا، ما كانتش طبعا في الوقت ده موجودة زي ما هي موجودة دلوقتي، وبالتالي كل حاجة كانت يعني من حضرتك للمستمع على طول، يعني هو يدوب في النص بس الجهاز البث أو جهاز الإرسال ده. يعني ما اعرفش، يعني بعتقد انه ممكن يبقى صعب جدا، يعني النهارده في الكاميرات وحتى الميكسرز والاجهزه كلها حاجات بقى خلاص فرقت وبتسهل قوي عمليه او مهمه مذيع الراديو. في الوقت الذهبي اللي حضرتك يعني وصفتيه وبتتكلمي عنه ما كانش كل التقدم ده موجود، لكن في نفس الوقت كنا طول الوقت بنسمع انه كان في متعه جميله قوي عند حضراتكم في اثناء العمل، وشغف طول الوقت انكم تطلعوا وتكلموا المستمعين وتوصلوا لنا هذا القدر من الوطنيه في البيانات السياسيه والاخبار بصفه عامه والفن والترفيه وما الى ذلك. عايزه استاذن حضرتك تكلمينا اكتر وتدينا لمحه عن الصوره دي يا استاذتنا. الاشياء بتتغير بشكل غير متوقع. يعني اما ابتدت الاذاعه ابتدت كوسيله تجميع الوجدان وتجميع الاسره الصغيره ثم الاسره الاكبر ثم الاسره الاكبر، واصبح يعني لم يحدث ان مطربه او فنانه من الفنانين في العالم كله تطلع من بلد تصبح هي المطربه الاولى لوطن بحاله، وهي يتلم حواليها كل شعوب هذه الأوطان. يعني أنا مثلا سافرت موريتانيا، كانوا بيحكوا لي إن إزاي الأسر موريتانيا، يعني يمكن أم كلثوم وهي بتغني ما خطرش في بالها إن في الإنسان الموريتاني هيبقى سامعها. فكانوا بيتلموا نفس لمة المصريين صحيح. أول خميس من كل شهر علشان يسمعوا أغاني أم كلثوم. يعني دي حاجة ما حصلتش، يعني ما حصلتش في العالم ان يبقى نجم من النجوم هو نجم وطن بحاله صحيح. عالم بحاله صحيح. وبعدين خلي بالك ان زي انت ما قلتي الاذاعه كان فيها نوع، لان هي الاذاعه وسيله حميميه صحيح حميميه، يعني اول مباشره على طول مع المستمع، ما فيش واسطه في النص بالظبط. وبعدين كمان بمعنى ايه حميميه؟ ان انت بتحسي وانا بحس، انا المذيع وانت المتلقي، انا بحس ان انا بكلمك انت شخصيا، وانت بتحسي إن, ان 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 الكلام ده ليكي انت صحيح. فهم اول ما عملوا اذاعه قالوا ان هذه وسيله من وسائل الحميميه. اسمحي لي استاذه امينه، اسمحي لي، الاذاعه ليست وسيله فقط لنقل المعلومات، لكن هي وسيله لنقل المعلومات بالاضافه لنقل المشاعر ونقل الاحاسيس ونقل الثقافات ونقل كل الجوانب الانسانيه اللي احنا ممكن نكون ما نقدرش نوصلها بشكل مباشر. احنا وصلناها فعلا وحضراتكم وصلتوها عن طريق الاذاعه، عن طريق هذا المذياع، هذا الجهاز. ما هو الاعلام كله يعني اهدافه التثقيف والاخبار والترفيه صحيح. فده كله كان، لكن انا عايزه اقول لك كمان ايه، يعني شوفي بقى يعني حاجه جميله بشكل، ان انا اصلا عملت
يعني كنت عامله بحث لإذاعة الدول العربيه لان كنت رئيسه اللجنه دايما للاذاعه، فعملت بحث عن مكانه الاذاعات الحكوميه ودورها في ظل منافسه الاذاعات الاخرى الخاصه يعني. الخاصه لكن ايوه شوفي بقى في البدايه عملوا ايه؟ اجتمع كبار رجال الفكر في مصر وقالوا نعمل ايه؟ ما كانش فيه اذاعه قبل كده، ما كانش فيه يعني كان فيه طبعا اذاعات الاهليه اللي كانت ايضا ليها دور كبير في تكوين ان في حاجه اسمها اذاعه، ان في حد بيكلمك خارج نفسك يعني. فقالوا ايه بقى؟ قالوا ان الميكروفون ده شرف. شوفي الجمال ان الميكروفون ايه يا استاذتنا؟ شرف 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 طبعا. وان المثول امام الميكروفون هو شرف بكل معاني الكلمه، ولذلك لا ينبغي ان يناله الا من كان اهلا له ومتفوقا على اقرانه. شوفي يعني ده حتى ايه الجمال ده؟ يعني حتى اللي يجي قدام الميكروفون مش اي واحد، لازم يبقى واحد متعلم، عنده لغه، عنده ثقافه، عنده وعي طبعًا. عنده لغات اخرى عشان ينال. هو شرف الميكروفون من شرف الكلمه، هي الفكره ان الكلمه دي حاجه مهمه، دي حاجه مش بسيطه، مش حاجه سهله، مش حاجه سطحيه. لا لا علشان لا لا اي حد يطلع قدام الشاشه قدام الميكروفون ويتكلم وينقل رسائله للجمهور. استاذه امينه، حضرتك كنت رئيسه او رئيس اذاعه صوت العرب سابقا. صوت العرب لم تكن تحمل فقط رساله اعلاميه ولا رساله اخباريه موجهه للداخل، هي كانت ملمح ومن ملامح الريادة المصرية السياسية والقومية. إلى أي مدى كانت صوت العرب واستطاعت صوت العرب أن تجمع الأمة العربية تحت راية واحدة تحت شعار واحد في الستينيات؟ طبعا 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 من حيث الخليج كان إرسال وبيض برضو إذاعة أو شبكة صوت العرب كانت غير مسبوقة، لأن دايما بيبقى إيه؟ بيبقى الإذاعة يا بكلم وطني ها إذاعة للبلد، يا بإذاعات موجهة يعني بكلم بلد أخرى لرسالة ما. إنما عمر ما في إذاعة يعني كانت موجهة لأمة كما لو كانت إذاعتها الوطنية. يعني أنا بوجه للشعب المصري مثل ما بوجه لسوريا وللبنان والأردن والخليج. وبعدين الاذاعه المصريه من اول ما بدات كانت اذاعه وطنيه، رغم ان كان في الاحتلال البريطاني وكانت شركه ماركوني شركه صحيح. وطنيه صحيح. شركه انجليزيه صحيح. انما القائمين على الاذاعه المصريه كانوا ناس وطنيين. الاذاعه المصريه كانت اذاعه مصريه علشان فايده الشعب المصري وتبنت كل القضايا المصريه وكانت من يومها حياديه. انت عارفه كان في احزاب وتنافس، هي كانت على الحياد طبعا. ثم تبنت بقى لما عفوا يا فندم لما انفصلت الاذاعه المصريه عن ماركوني وقامت الدوله المصريه بتمصير الاذاعه المصريه. هل كان في تحديات يعني حضرتك فاكره ايه عن الظروف دي في الوقت ده؟ هو طبعا انا ما حضرتش ده، لكن هو اللي كان بيتقال ساعتها هي اتبصرت سنه 47 وكنا بنعمل اعمال، كنا عاملين عقد مع ماركوني وتجدد كل 10 سنين، لكن قبل ما تنتهي الفتره طلبت الاذاعه الحكومه المصريه من ماركوني ان تتبصر. والحقيقه ومع الاستفادة من الأدوات التقنية لماركوني واتبصرت الإذاعة المصرية، وكانت الإذاعة المصرية بتحمل كل القضايا المصرية ضد الاستعمار الإنجليزي اللي هو كان موجود في البلد، واللي ماركوني كان إنجليزي. فالإذاعة المصرية ونقلت كل الأحداث، نقلت مطالباتنا في مجلس الأمم المتحدة للاستقلال وهكذا. ثم صوت العرب بقى شوف، هي الإذاعة المصرية كانت زي ما قلت لك كانت عملت وعي جماعي بما فيه وعي سياسي، فأصبح حملت الإذاعة المصرية كل أمال وطموحات الشعوب العربية في الاستقلال صحيح. وفي الحداثة وفي التحديث، فتبنت كل قضايا الوطن العربي ونجحت نجاحا باهرا في كل الوطن العربي. وهذه المسؤولية كانت مسؤولية إذاعة صوت العرب. يعني انت لما تشوف من اما اقول لك اي بلد من البلاد العربيه تلاقي صوت العرب كانت مواكبه لكل طموحات هذه الشعوب اللي ما كانش فيها معظمها اذاعات، ما كانش لسه الاذاعات انتشرت في الوطن العربي. اذاعه صوت العرب هي اذاعه كل العرب. طيب استاذه امينه دلوقتي في برضو بعض الاذاعات
التجارية، بعض الإذاعات الخاصة الموجودة وبعض الإذاعات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت وخلافه. هل هذا تحدي قدام الإذاعة بشكل عام، قدام شكل الإذاعة القديم، استخدام التكنولوجيا؟ حتى في بعض الإذاعات بتكون مصورة شبيهة للتلفزيون. هل التحديات دي كلها بتعوق عمل الإذاعة وبتعوق الصورة الذهنية النمطية الإيجابية اللي كانت سائدة عن الإذاعة؟ هو شوف هقولك على حاجة، هو مفيش شك طبعا إن وسائل الإعلام اللي أصبحت متعددة، مفيش شك إنها طبعا أثرت على نمط الاستماع للإذاعة، الإذاعة عموما الوطنية، لكن لا يعني لا يمكن الاستغناء عن الإذاعة الوطنية، لا يمكن الاستغناء عن الإذاعة الحكومية، ولكن على الإذاعة لأنها جزء من الايدنتيتي، صحيح، الهويه. ايوه الهويه. فزيها زي العلم، زي النشيد الوطني، في حاجات كده، لكن لا ضير ان يبقى في وسائل اخرى، لانك انت لا تستطيع ان انت تقفي قدام التطور، بالعكس انت تستفيدي بقى من التطور. فانا شايفه ان الاذاعات العاديه التقليديه لابد ان ايضا تتطور، واعتقد انها تطورت ايضا، لازم تتطور وتتخلص من بعض العوائق الروتينيه التي تعوق الانطلاق للاذاعات الحكوميه، لان عندنا وفي معظم البلاد ساعات الاداره، تقاليد الاداره ساعات بتعوق الانطلاق. انما هو في عموما انتوا طبعا عارفين يعني اكتر مني. لا العفو يا فندم، العفو حضرتك استاذتنا. يعني ان يعني هو بيقال اذا ما فيش وسيله بتلغي وسيله، صحيح. يعني لما طلعت الاذاعه ما اتلغتش الصحف، صحيح. بالعكس الاذاعه استفادت من الصحافه وتضيف برامج. وتضيف يعني بس بقينا نعمل اشكال اخرى، مثلا بقينا الاذاعه عملت فنون كبيره جدا وانشات فنانين كثر يعني، فبقينا مثلا نستعمل اقوال الصحف، ريبورتاج اذاعي، يعني استفدنا من الصحافه. وهو طبعا انت عارفه مثلا، انتوا عارفين ان الاعلام مثلا اندرستاندينج ميديا والجلوبال فيليج اللي عمله استاذ الاعلام الكبير يعني اللي اثر في كل الاعلام اللي هو ماكلاهون. المهم عايزه اقول لك انه او عايزه اقول لك ان لو كنت قلت اتفضلي يا فندم، ان ما فيش شك ان الاذاعات الخاصه متحركه اكثر ومتحرره اكثر ولا يعقها روتين. يعني انا مثلا اقول لك على حاجه، افرض حدث ما في بلد ما، كويس، في الاذاعات الحكوميه عشان اصفر حد يغطي في اجراءات روتينيه، ممكن يكون هذا الحدث او هذه او هذا المهرجان او هذا المؤتمر انتهى. تقريبا ابتدى يخلص. لكن يا استاذه امينه، حضرتك تتفق معايا ان تبقى الاذاعه المصريه، الاذاعه الحكوميه بشكل عام هو الصوت الرسمي للدوله، هو اي خبر يخرج لازم يخرج من الاذاعه بدايه، وبالتالي الاذاعات التجاريه او الاذاعات الخاصه بتاخد من الاذاعه الحكوميه. هو مش بس كده، وله مصداقيه، يعني انت ما تسمع ان الراديو قال كذا، الاذاعه المصريه قالت كذا، خلاص بتصدقه. لما تسمع حاجه تانية تقول لا يمكن ده غلط، يمكن ده التواصل الاجتماعي، يمكن حد داس، يمكن حد فسره غلط، ليها مصداقيه. وفي حاجه كمان، ده هي يد من ايادي الدوله، يعني افرضي حصل مثلا زي كورونا مثلا، تقدري تحشدي المستمع، لان الاذاعه الحكوميه هي يد او اداه من ادوات الدوله طبعا، يعني زيها زي الجامعه، زي الجيش، زي الشرطه، زي اداه من تستطيع ان انت تسيطري عليها. انما الاذاعات الخاصه عموما ما تستطيع ان انت تسيطري عليها، وليها وجهات نظر المالكين، لان الملكيه هنا بتشكل وجهة نظر هذه الوجهة. وبالتالي هنا دورها كان في منتهى الأهمية، وليس باعتبارها أنها أداة من الأدوات الدولة أنه دورها يبقى أقل من القطاع الخاص، بل بالعكس. وده بيرجع برضو تاني لسرعة انتشارها وتجمع الناس من حولها، زي ما كنا بنقول في البداية وحضرتك ذكرتي في البداية. أستاذتنا القديرة الإعلامية والإذاعية القديرة والكبيرة الأستاذة أمينة صبري، رئيس إذاعة صوت العرب سابقا، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم، ومرة تانية كل سنة وحضرتك طيبة.